قبل ابتليت ايضا بفساد مشاريع ونهب، يعني ذكرت انه المحافظين اللي اجوا ما سووا شيء. نرجع خلينا نتكلم ايضا تدريجيا اليوم كمشاريع، تحدثنا عن مشاريع تنميه الاقاليم، حصه المحافظه من هاي الاموال انتم راضون عنها؟ هل هي كافيه؟ يعني اكو فد كلمه ذكرتيها حضرتك يعني ما اقدر اعبرها، اعرج عليها يلا اجي على هاي السؤال. تفضل. احنا موضوع شوفي يا ستي، المشاكل هي القضيه مو مشكله واحده، مجموعه من المشاكل. احنا في بعض الاحيان يتم اصطلاح مشاريع وهميه وعمليات سلب ونهب، هذه الكلمات من تطلق وتنذكر بالاعلام، يصير تصورات خصوصا عند الناس اللي ما عندها معرفه بانه هنا المحافظه يعني جيب كيسك وحمل فلوس وروح. القضيه مو هالشكل ستي، القضيه مو هالشكل. مرات تصير اخطاء بالاجراءات، تصير عدم جدية، تصير إهمال، تصير تخلق مشاكل. ولكن هذه عمليات يعني أن تذكر مفردة السلب والنهب والسرقة، يعني مشاكل موجودة ومشاكل قانونية موجودة وفساد نسبيا موجود، يعني الفساد صفة إنسانية، يعني احنا موجودة من خلقة البشرية، شلون نحده، شلون ما نخلي التعامل يتسع به، شلون نحارب مصادره، هذا شغلنا، شغل الدولة، وإن شاء الله ماضين وساعين به. المحافظة 17 نائب بالمحافظة، غير تكونون إيد وحدة؟ هسا أنا أتكلم عن الجهاز التنفيذي، النواب تحكمهم مؤسسة تشريعية. طيب. مو إحنا يعني أنا كمواطن انتخبتهم غير يسوون شيء للمحافظة، لو بس بلط الشارع مالته بعض النواب. انت اليوم شنو يعني ايش عندك ويانا ست وجدان على نواب متحكين على لا انا يعني هسه وقت الانتخابات بس 17 النواب مو 19، حضرتك تقولين 19 نائب مو 17 ولا مو 17 يعني هاي زيدتهم انت سياده المحافظه. لا انا ما سمعتها صحيح، لا 17 نائب، يعني احنا نقول ايد واحده، انا من جيت انتخبت نائب مو 17 نائب، غير نكون ايد واحده ويا المحافظ. والله هي قسم من السادة النواب نتكلم للإنصاف وللأمانة، يعني متفاعلين جدا وحريصين ومتابعين، ويعني فعلا تجدهم أمامك في معظم المكانات، أروح الوزارة، أروح المجلس النواب، أروح ألقى أثر يعني، وألقى لهم مخاطبات وألقى. ولكن هي أنت في معرض حديثك تكلمت يا جناب الست الفاضلة أنه فعلا هي أكو تركة ثقيلة، ويعني هذا التراجع اللي موجود بالمحافظة طلاسمة ما تنحل بين ليلة وضحاها. ولكن أنا أكد ليش، وهذه كلمة هسا قسم لأهالي باب اللي ما سامعينها من عندي للإعلام للرأي العام، إنه المحافظة خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله سوف يعني تشهد حملة عمرانية ملفتة للانتباه. المشاريع ما تكمل بيوم ويومين، يراد لها وقت ويراد لها تواصل ويراد لها استمرارية. يعني أنا أتكلم لك هسه على سبيل المثال محافظات المحاذية، أن مثلا خلينا نقول محافظة كربلاء، محافظة النجف. محافظة كربلاء سنة 2009 2010 كملت بها كل البنى التحتية، نقصد مجاري وأمطار وأنفاق وجسور. النجف سنة 2004 2005 بلشوا بشبكات المجاري، أنا بال 23 ما عندي مجاري. أكو فارق، يعني أكو فارق بالبداية بالخط الشروع، فهذه لازم تنعكس يعني على وقت شوية يطول. ولكن بالمجمل العام أنا أكد لك مشاريع حاليا نوعيتها عالية، تماسها مع المباشر مع الناس، خدمتها عالية، ومشاريع بنيوية ما تضيع بيوم واثنين وثلاثة وتختفي معالمها، مشاريع بنى تحتية حقيقية إن شاء الله يشوفون خيرها ويتمتعون بها أبناء المحافظة لأنهم يستحقون الكثير بصراحة إن شاء الله.